السلام عليكم أعزائي الطلبة. بالمحاضرة الثانية بمادة تغير الطور الموجهة للمرحلة الثالثة بقسم الهندسة الميكانيكية، اليوم راح ناخذ مثال تطبيقي على موضوع الـ Compound Refrigeration Cycles، وراح ناخذ النوع اللي يحتوي على الفلاش تشامبر. عندنا منطوق السؤال يقول: A compound ideal refrigeration cycle is used to handle a refrigeration capacity of 2000 واط. يعني عندنا المنظومة هنا إذا نجي نشوفها عبارة عن دورة تبريد من النوع الكومباوند اللي يعني تحتوي على أجزاء إضافية بالإضافة للأجزاء الرئيسية الأربعة اللي هي الإيفابوريتر والكوندينسر والإكسبانشن ديفايس والكمبريسر. هاي الأجزاء الأربعة الرئيسية الإضافة إلها هنا راح تكون هو وجود الفلاش شامبر والميكسينج شامبر. فطبعا مثل ما قلنا إضافة الفلاش شامبر والميكسينج شامبر تطلب أيضا أنه نضيف جزء آخر أو أداة أخرى expansion device إضافة إلى compressor آخر أيضا. فالسؤال يقول عندنا منظومة من هذا النوع compound refrigeration cycles بها الإيفابوريتر صمم بحيث يقدر يعني يتولى أو ينقل ما مقداره 2000 واط من الحرارة اللي هي refrigeration capacity. The cycle consists of a flash chamber. تحتوي على flash chamber. هذا هو flash chamber. Mixing chamber. هاي mixing chamber. Evaporator. Condenser. و two expansion devices. و two compressors. هاي أجزاء المنظومة. طبعا الضغوط اللي تشتغل هنا اللي قايل منطق السؤال. The prevailing temperatures at evaporator, the flash chamber and the condenser are ناقص 40 و10 و60 درجة. يعني درجات الحرارة التي السائدة خلينا نقول في الإيفابوريتر والفلاش تشامبر والكوندينسر هي ناقص 40 درجة و10 درجات و60 درجة. طبعا هنا prevailing temperatures هي يعني نقدر نقربها انه هي saturation temperature. Saturation temperature لأنه بالإيفابوريتر والفلاش شامبر والكوندينسر الظاهرة الأكثر يعني الظاهرة السائدة أكثر هي ظاهرة تغير الطور. فإذا درجات الحرارة الموجودة بها هي درجات الساتوريشن تمبرتشرز، فمقدارها هي ناقص 40 و 10 مئوي و 60 درجة مئوية. فبالسؤال شي يريد يقول if the system works on R134A إذا كان الوركينج فلويد هو المائع R134A then calculate the mass flow rate through the evaporator, the mass flow rate of the vapor out of the flash chamber, the total power consumed by the compressors and the coefficient of performance. يعني دي يريد بالسؤال شنو يريد الماس فلو ريت اللي دي يمر بالجزء الأسفل من الدورة اللي دي يمر عبر الإيفابوريتر اللي هو M.1، ويريد ايضا الماس فلو ريت اللي دا يمر بهذا الجزء اللي هو اللي دا يطلع يعني الفيبر اوت اوف فلاش شامبر، يريد مقدار ايش قد اللي احنا سميناه M.9، ويريد القدره التي يستهلكها التو كومبريسرز، ويريد ايضا معامل الاداء اللي هو الكوفيشنت اوف بيرفورمانس. طبعا دائما من نجي نحل هاي المسائل يعني نجي نرسم فد مخطط مثل هذا سكيماتيك دايجرام نخلي بيه اجزاء المنظومه لان هذا طبعا يساعدنا اكيد على الحل، ويما ايضا طبعا نخلي اول شيء الارقام مثل ما موجود هنا نبدي من الواحد وحول المنظومه عكس عقارب الساعه. نحتاج هنا الى ترقيم الى حد 9 ونجي نرسم يما ايضا التي اس دايجرام ونرسم المنظومه ونرسم العمليات على التي اس دايجرام. هذا طبعا راح يساعدنا بشكل كبير بالحل. طبعا هنا من نجي نبدي نحل نجي على المعلومات اللي عندنا. طبعا هنا ثبتت على الرسم المعلومات اللي انطانا اياها بالسؤال اللي هي درجه الساتوريشن تمبرتشر بالايفابوريتر وبالفلاش شامبر وبالكونديسر اللي هي ناقص 40 ب 10 ب 60. طبعا تقدر ايضا من نروح من الساتوريشن تيبلز مال ار 134 اي نطلع الضغوط اللي تكافئها ضغوط التشبع، فانا طلعتها هنا فبالايفابوريتر 51 و14 كيلو باسكال، بالفلاش تشامبر اللي هو الخط الاوسط هنا 414 و92 كيلو باسكال، يعني تقريبا 4 ضغط جوي
أو أكثر يعني 414 هي 4 ضغط جوي وربع تقريبا أقل من ربع. وبال كونديسر 1682 و76 كيلو باسكال تقريبا 16 ضغط جوي. طبعا انت تصعد هنا الضغط يصعد الى يعني هذا المقدار لانه انا عندي درجات حرارة يعني تقريبا تعتبر عالية 60 درجة مئوية، بس انا خليته بهاي الصيغة يعني حتى يلام خلي نقول الاجواء الاستوائية. طبعا لانه اذا كان جو المحيط خارج الكونديسر مثلا بالصيف يكون مثلا توصل درجات الحرارة 50 درجة العفو، فإذا الكونديسر لازم تكون درجة حرارة بأعلى من درجة حرارة الجو. يعني إذا الجو برا 50 درجة فمن الطبيعي أنه قد تصل بالكونديسر درجة الحرارة إلى 60 درجة. فأني يعني حقيقة جبت السؤال بهالطريقة حتى يلائم خلينا نقول متطلبات الأجواء اللي موجودة عندنا. فهنا نجي نحل، هنا طبعا الحل موجود فنجي نستعرضه. نجي على الشيء اللي موجود عندنا، عندنا هاي درجة الحرارة اللي هي ناقص 40، فنروح للساتوريشن تيبلز نقدر نطلع هاي النقطة. طبعا كل النقاط اللي هنا اللي موجودة على الساتوريشن لاين هذا اللي هو بشكل التلة هذا هو الساتوريشن لاين، فكل النقاط اللي موجودة على هذا الساتوريشن لاين نقدر احنا بسهولة نطلعها. النقاط اللي على اليمين اللي هي تمثل لنا الساتوريتد فيبر، والنقاط اللي على اليسار تمثل لنا الساتوريتد ليكويد. فعندي نقطة النقطة رقم 1 ورقم 9 أقدر أطلعها، وكذلك النقطة رقم 5 ورقم 7. فإذا بدينا هنا النقطة رقم 1 هاي النقطة هنا نقدر نطلع تي 40، نطلع الخصائص هنا الـ H1 اللي يتمثل الـ HG ما يعني الـ Saturated Temperature للـ Vapor، فتطلع عندي 374.3 كيلو جول بير كيلوغرام. ونقدر نطلع أيضا الـ S1 بالنقطة رقم 1. طبعا هنا بما انه العمليه هي ايديال يعني المنظومه هنا تشتغل بالايديال مود، ف عتي اس دايره مثل ما نلاحظ انه الانتروبي بالنقطه 1 تساوينا الانتروبي بالنقطه 2، وكذلك نلاحظ انه الانتروبي بالنقطه 3 تساوينا الانتروبي بالنقطه 4. هاي طبعا تفيدنا كثيرا في الحل. فنجي هنا طلعنا الانتروبي وساويناهم، نجي ايضا النقطه رقم 7 نقدر at 10 ديجري سنتيغريد نقدر نطلع ال H7، فالH7 اللي يتمثل هنا ال HF يعني الانثالبي ما ساتوريتد ليكويد لل R134A، فتطلع النقطة ال H النقطة 7. طبعا بما انه العملية بين 7 و 8 اللي هي بالإكسبانشن ديفايس الأول عملية هي ثروتلينج بروسيس، فإذا ال H بال 7 هو نفس ال H بالنقطة 8. هنا أيضا موجود عندكم ال H at 8 هي نفسها ال H at 7. طبعا نقطة 9 أيضا عند العشرة درجة مئوية أيضا تساوينا نقدر نطلعها من جداول اللي تساوينا أيضا ال HG ال HG أو درجة يعني الانثالبي ما ساتوريتد فيبر، فتطلع عندي هنا 404.5 كيلو جور بير كيلوغرام. نقدر أيضا هنا إذا ننزل شوية بالستين درجة أيضا أقدر يعني هنا بهاي النقطة أقدر أطلع خاصية رقم 5 اللي هي تمثل الـ HF أو الانثالبي ما ساتوريتد ليكويد عند 60 درجة مئوية، فأروح للجداول أيضا عند 60 درجة مئوية ألاحظ أنه الـ H النقطة 5 تساوي 287.19. طبعا أيضا بالإكسبانشن ديفايس الثاني أيضا عندنا ثروتلينج بروسيس، فالـ H at 5 نفسها هي الـ H at 6، فأني ثبتت هنا الـ H at 5 تساوينا الـ at 6 تساوينا الـ H at 5، أوكي؟ نجي هسه عندنا خاصيتين بالنقطة 2 حتى أطلع الخصائص مال النقطة 2، أنا طبعا اللي يهمني هنا مو كل الخصائص حقيقة، اللي يهمني هي الإنثالبيز، يعني الإنثالبي في كل نقطة من نقاط المنظومة، من أطلع الإنثالبي؟ في كل نقاط المنظومة أقدر أحسب كل المعلومات اللي أحتاجها. فبالنسبة للنقطة 2 عندي الضغط بالنسبة للنقطة 2 اللي هو 414.22 كيلو 92 عفو كيلو باسكال، وعندي أيضا الـ S آت نقطة 2، فعندي خاصيتين، من الخاصيتين أقدر أطلع الـ H بالنقطة رقم 2 اللي هي نقطة الخروج من الكمبريسر من اللو بريشر كومبريسر، فتطلع عندي الـ H2 هنا هي 400
و15 كيلو جول بير كيلو جرام. هاي طبعا من السوبر هيت تيبلز، تنتبه هنا. هسه الثلاث خصائص الاولى طلعناها، او الثلاث مواقع اللي طلعنا بها الخصائص، كانت على الساتوريشن لاين. فاللي على الساتوريشن لاين وين اطلعها؟ من الساتوريتد تيبلز، يعني هاي اللي هنا على هذا النقاط اللي عدت لمين تطلع من الساتوريشن تيبلز. بس النقاط اللي برا هنا، يعني نقطة 2 نقطة رقم 4، اطلعها من السوبر هيتد تيبلز. اوكي، فهاي تنتبه عليها من تحل المسألة. هنا طلعت عندي خصائص من نقطة 2. طبعا ايش عندي يعني معلومة بالسؤال؟ عندي معلومة انه refrigeration capacity اللي هي Q sub C اللي هي 2000 واط. هنا ايش عندي؟ ال H من نقطة 1 طلعتها، وال H من نقطة 8 ايضا طلعتها، اللي هي تساوي لي ال H من نقطة 7. فعندي ال H من نقطتين هنا، وعندي refrigeration capacity، اذا اقدر اطلع الماس فلو ريت اللي يمر بالجزء الاسفل من المنظومة، يعني اللي هو ال M.1. فال M.1 إذا شي يساوي لنا؟ يساوي لنا يعني QC يساوي لنا ال M.1 في ال H1 minus H8، كلها معروفة. فالمجهول الوحيد بالمعادلة هو ال M.1، فراح يطلع عندي ال M.1 0.01244 كيلوغرام بير سكند. هذا هو الماس فلوريت في الجزء الأسفل من المنظومة، اللي هو يعني اللي يمر باللو بريشر كومبريسر، واللي يمر أيضا بالإيفابوريتر، اللي هو هذا هو كان المطلب الأول بالسؤال. فاني نانا مطلب الأول بالسؤال يعني كاتبه بولد بولد لتر أو خط يعني غامق. طبعا تنتبه هنا للوحدات الكيو سي بالسؤال جاي 2000 واط، بس من أجي أعوضها بالمعادلة أعوضها 2، يعني 2 كيلو واط، لأنه بالطرف الأيمن الوحدات هي كلها بالكيلو جول، وحدات الإنثالبية كيلو جول بير كيلو جرام، فالواط أيضا لازم أعوضها بالكيلو واط وليس بالواط، فأخلي 2 ما أخلي 2000. انتبه للوحدات حتى لا يصير عندي خطأ. الأمر الآخر اللي راح يكون عندي هنا عندي بالفلاش تشامبر راح يجي الماس فلوريت ينقسم إلى جزئين، ينقسم إلى بخار وينقسم إلى ليكويد. البخار طبعا مثل ما قلنا، يعني هذا التبخير اللي دا يصير اللي قلنا قبل أوانه، راح أسحبه وأوديه إلى الميكسينج تشامبر، والليكويد يكمل طريقه حتى يتبخر أو حتى يخضع إلى ثروتلينج بروسيس آخر بالإكسبانشن ديفايز الثاني. فهنا الفلوريت راح يصير بانقسام، فراح يصير عندي ام دوت بمقدار معين بهذا اللاين اللي هو الخط رقم 9، والام دوت الاخر بمقدار اخر اللي هو بالسبعة. طبعا الام دوت بالنقطة 7 هو اللي يمر بالسبعة، هو نفسه الام دوت 1 اللي انا حسبته. اوكي، هنا أنا اقدر طبعا بما انه طلع عندي الام دوت 1 فاقدر اطلع الام دوت 2. شلون نقدر نطلع الـ M.2؟ طبعا قبل ما نطلع الـ M.2 هنا أنا حتى اطلع نسبة المائع اللي دا يمر او نسبة البخار اللي دا يمر هنا أنا اقدر اسوي في التوازن، قلنا على الفلاش تشامبر توازن طاقة بسيط. عن طريق توازن الطاقة هذا اقدر اعرف نسب الماس فلوريت اللي دا تمر بهالجزء الى تلك التي تمر بالجزء الاخر. فهذا توازن الطاقة راح اطبقه على الفلاش تشامبر، يعني الدخول الفلاش تشامبر هو النقطة 6 والخروج هو نقطة 9 ونقطة 7. فطبعا الطاقة الداخلة للفلاش تشامبر اكيد هي تساوي الطاقة الخارجة، هذا اذا اعتبرنا انه معزول الفلاش تشامبر عزل كامل. فتوازن الطاقة اللي راح اسويه الانيرجي بالانس ان فلاش تشامبر يقول انه الانبوت انيرجي اوف ذا ميكستشر، الانبوت انيرجي اوف ذا ميكستشر بالفلاش تشامبر يساوي لنا الاوتبوت انيرجي اوف فيبر، هذا اللي طلع اللي الفيبر اللي فصلناه واللي هو بالخط رقم 9 اللي راح تجي الى الميكسينج تشامبر، زائدا الاوتبوت انيرجي اوف ليكويد هذا اللي يكمل طريقه الاكسبانشن ديفايس الاول. هاي اذا نكتبها بصيغه يعني صيغه رياضيه راح نقول ام دوت 2 هذا اللي الام دوت بالجزء الاعلى من الدوره في الاتش 6 يساوي لنا الام دوت 9 اتش 9 زائد الام دوت 1 في الاتش 7. فتلاحظ انه كل انثالبي مضروبه بالماس فلوريت اللي الخاص بها اللي دا يدخل واللي هو مجهول عندي حاليا هو الام دوت 2 في الانثالبي مال نقطه 6 انا مطلعها اللي هي تساوي لنا الانثالبي مال
نقطة 5 طبعا اوكي. فالانثالبي بال 6 هو نفس الانثالبي بال 5 اوكي. بس الماس فلوريت هنا يختلف عن الماس فلوريت بالجزء الاسفل، هذا سميناه ام دوت 2 هذا ام دوت 1. فنرجع هنا فنقول الام دوت الانثالبي او الماس فلوريت الداخل في الانثالبي مال الفلويد الداخل يساوي ان الام دوت 9 ماس فلوريت مال فيبر اللي هو احد مطالب السؤال في الاتش 9 ايضا طلعته قبل شويه، زائد الام دوت 1 اللي طلعته ايضا قبل شويه اللي هو الماس فلوريد بالجزء الاسفل من الدوره في الاتش 7. طبعا انا حتى سهل الحال واقلل المجاهير راح اقسم على ام دوت 2 فتصبح المعادله بالشكل الاتي. من اقسم على ام دوت 2 الام دوت منها يروح ام دوت 2 منها يروح الام دوت 9 على الام دوت 2 راح اسميه فت فاكتور جديد راح اسميه واي. فالواي اللي هو الفيبر ريشيو يعني نسبة الام دوت 9 هو الفلوريت مال البخار، فمن اقسمه على الام دوت 2 يصير عندي النسبة واي اللي هي نسبة جريان البخار الى نسبة الجريان الكلية. يعني الام دوت 9 على الام دوت 2 ام دوت 9 على الام دوت 2 فهاي هي هذا هو الفاكتور واي اللي هو سميته يعني الفيبر ريشيو. طبعا من يكون الواي هو الفيبر ريشيو اكيد البقية مالته هو ليكويد، فهو هذا اللي اطلق راح نطلق عليه واحد ناقص واي اللي هو الليكويد ريشيو اللي وين راح تروح تكمل طريقها الى الجزء الاسفل من الدوره. فاذا نرجع للرسم الفلوريت اللي دا يمر منه هو واي اللي دا يتجه لليمين واللي دا يتجه الى اليسار هو الواحد ناقص واي، هذا هو الفيبر وهذا هو الليكويد اوكي. يعني هذا منه الفيبر وهذا الليكويد، هذا بالنسبه واي وهذا بالنسبه واحد ناقص واي. يعني قصد شنو؟ اذا كان هذا مثلا النسبه واي هي ربع بخار، فاذا ثلاثة ارباع اللي هو واحد ناقص واي هو يكون الليكويد. فهذا هسه من راح اجري عليه توازن الطاقه هنا هاي المعادله فاجي اطبق الارقام كلها راح اشوف انه المجهول الوحيد هو الواي. ده انزل شويه راح اشوف انه المجهول الوحيد عندي هو الواي. احل المعادله بعد تطبيق الانثالبيات اللي كلها طلعتها يطلع عندي الواي 0.3892 اي انه تقريبا ثلث او اكثر من الماس فلوريت الكلي دا يتحول الى بخار. فهذا البخار راح اسحبه وارجعه الى الميكسينج تشامبر. فالواحد ناقص واي اذا هو البقيه. اذا الام دوت الكلي ايش راح يصير؟ هو عباره عن الام دوت، انا طبعا الام دوت 1 عندي. يعني اذا نرجع للسؤال شوف عندك هذا الام دوت 1 اوكي وعندك هذا الام دوت 2 اوكي. فهنا ايش قلنا احنا؟ قلنا اذا الام دوت 1 هو نسبه الليكويد لان هذا ديفوت انه هو الليكويد اوكي. الليكويد اللي دا يرجع او اللي العفو دا يتحرك بالمنظومه السفليه اوكي. فاذا هو واحد ناقص واي في الام دوت الكلي والفيبر هو واي في الام دوت الكلي الام دوت 2 اوكي. فاذا نجي هنا مره ثانيه يعني الام دوت 1 الام دوت 1 هو الماس فلوريت الليكويد ماس فلوريت ومثل ما قلنا واحد ناقص واي في الام دوت 2 الكلي اوكي. فاذا الام دوت 2 الكلي هو الام دوت 1 على واحد ناقص الواي. فاجي اطبق كل هاي القيم اللي عندي يطلع عندي الام دوت 2 او الماس فلوريت الكلي اللي هو طبعا راح يكون اكثر من اللي فراح يطلع بوينت 0.2037 اوكي. بينما الام دوت 1 ايش قد طلع عندي؟ طلع بوينت 0.012 اوكي. فنلاحظ انه الكلي هو اكثر. هذا اذا هو الماس فلوريت مال الليكويد الخارج من الفلاش تشامبر اللي هو هذا هو الام دوت 1 هو الليكويد، هذا هو الكلي ماس فلوريت الكلي الام دوت 2 اوكي. بقى هسه الام دوت مال فيبر هذا لازم اطلعه. يعني ليش طلعت الام دوت 2 اول؟ لانه من عنده اطلع الام دوت 9 اللي هو الفلوريت مال الفيبر الخارج من الفلاش تشامبر فيساوي لنا واي في الام دوت 2 عن طريق هاي المعادله راح يطلع مقداره 0.0793 اوكي. يعني هاي 0.0793 هي نسبتها 0.38 من الماس فلوريت الكلي اللي هو 0.0237. طلعت عندي كل قيم الماس فلوريت
نرجع هسه الى الميكسينج شامبر. الميكسينج شامبر شو احتاج اطلع بيها؟ الميكسينج شامبر اللي هنا انا على اليمين، خلينا نطلعها بطريقه اوضح. عفوا، هاي الميكسينج شامبر احتاج الى الخاصيه رقم 3، لان هنا ايش يدخل؟ دا يدخل عندي سوبر هيتد فيبر من عملية الانضغاط الاولى، يعني من اللو بريشر كومبريسر، دا يختلط عندي ويا ساتوريتد ليكويد من جاي من الفلاش شامبر. فعندي الساتوريتد ليكويد جاي من الفلاش شامبر اللي سميناه الخاصية رقم 9، راح يختلط بال سوبر هيتد فيبر ساتوريتد فيبر الجاي من الفلاش شامبر اللي سميته بالرقم 9، يختلط ويا السوبر هيتد فيبر الخارج من اللو بريشر كومبريسر، يختلطون وين؟ بالميكسينج شامبر. فمن يختلطون يعطوني الخاصية رقم 3. طبعا هاي الخاصية رقم 3 قد تكون هنا قد تكون هنا، نسبتها مختلفة. شلون اعرف هاي وين صايرة الخاصية رقم 3؟ لازم اجري ايضا توازن طاقة اخر وين؟ على الميكسينج شامبر. اجري توازن طاقة اخر على الميكسينج شامبر حتى احدد خصائص النقطة 3، ومن عندها اكمل الحل الى بقية اجزاء المنظومة. فعلى الميكسينج شامبر عندنا الدخول والخروج الى شنو؟ راح يدخل الميكسينج شامبر 2 و9، فالطاقة الداخلة ب2 زائد الطاقة الداخلة ب9 يساوي لنا الطاقة الخارجة بالنقطة رقم 3. فإذا رجعنا راح نسوي انرجي بالانس ان ميكسينج شامبر. فشو تقول؟ تقول انه الانرجي انبوت انرجي اوف سوبر هيتد فيبر، هذا وين؟ اوت اوف لو بريشر كومبريسر، بلس انبوت انرجي اوف ساتوريتد فيبر، هذا اللي هو طالع من الفلاش شامبر اوت اوف فلاش شامبر، راح يساوي لنا الاوتبوت انرجي اوف سوبر هيتد فيبر اللي هو راح يتجه الى الهاي بريشر كومبريسر. اوكي، فنجي ايضا نكتبها بصيغه رياضيه، فنقول ام دوت 1 في الاتش 2 هذا الخارج من اللو بريشر كومبريسر زائدا ام دوت 9 اتش 9 هذا الخارج من الفلاش شامبر، ينجمعون ويختلطون اثنيناتهم العفو ينطوني الطاقه الخارجه اللي هي الام دوت 2 في الاتش 3 الخارجة من الميكسينج شامبر. أطبق كل هالقيم، المجهول الوحيد بالمعادلة هو الـ H3، فراح تطلع عندي الـ H3 410.91. طبعا هنا أنا الـ H3 طلعتها أحتاجها من نقطة 3، لكن أحتاج أيضا إلى الـ H4 يعني اللي بعد الكمبريسر بعد الـ High Pressure Compressor. فالـ H4 شلون راح أطلعها؟ أحتاج الـ يعني مو فقط الـ H3، أحتاج الـ S3 أيضا. شلون احنا احتاجين ال H1 وال S1 قبل الكمبريسر الاول او قبل اللو بريشر كومبريسر، نحتاج ايضا هنا قبل الهاي بريشر كومبريسر الى H والى S، فطلعنا ال H هسه نطلع ال S. ال S شلون نطلع؟ ايضا نجري توازن، بس مو توازن طاقه وانما توازن انتروبي، يعني نفس التوازن هذا اللي طبقناه فوق توازن الطاقه، بس بمكان ال H راح اخلي ال S، فاللي هو applying entropy balance in mixing chamber. فنفس الشيء الانتروبي اللي تدخل من الاسفل للميكسينج شامبر مال سوبر هيتد فيبر زائد الانتروبي اللي جايه من الفلاش شامبر مال ساتوريتد فيبر تساوي لنا الانتروبي اللي راح تطلع من الميكسينج شامبر. اطبق الارقام قيم طبعا اكتبها ايضا مع الماس فلو ريت، يعني الام دوت 1 في الاس 2 زائد ان ام دوت 9 في الاس 9 يساوي لنا الام دوت 2 في الاس 3. اطبق قيم الانتروبي وقيم الماس فلو ريت الموجوده عندي، في المجهول الوحيد هو الاس 3، فراح يطلع عندي الاس 3 اللي 1.7489 هاي الانتروبي الخارجه من الفلاش شامبر. طبعا هاي شو تساوي لنا؟ بما انه العمليه هي عبر الكمبريسر الثاني او الهاي بريشر كومبريسر، عمليه ايسنتروبيك، اذا الاس 4 بعد الكمبريسر يساوي لنا الاس 3 اللي طلعتها قبل شويه. اخذ هاي الاس 4 الموجوده عندي اللي هي بعد الكمبريسر، وعندي الضغط اللي بعد الكمبريسر اعرفه اللي هو الضغط الاخير. اذا نرجع للرسم طلعنا هسه قبل شوي الاس بالنقطه 3 تساوي لنا الاس بالنقطه 4، فعندي صار بالنقطه 4 قيمه الاس الانتروبي، وعندي الضغط ايضا موجود
اللي هو 1682.76 كيلو باسكال. فعندي خاصيتين اقدر عن طريقهم اطلع الامثال بي بالنقطة فور اللي هي اخر مجهول عندي بالسؤال. فنجي من السوبر هيت التايبولز ونطلع نقول at S4 يساوي إنه 1.7489 هاي الانتروبي بالنقطة 4 اللي نفسها الانتروبي بالنقطة 3، وعندنا البريشر أيضا بالنقطة 4. فمن السوبر هيت التايبولز أطلع الـ H4 يساوي إنه 445 كيلو جول بير كيلوغرام. أصبحت قيم الانثالبي حول أجزاء المنظومة كلها معروفة عندي، فأجي أطلع هسه الورك باللو بريشر كومبريسر اللي هو W1 يساوي إن M.1 في H2 minus H1، والW2 هو الورك بالكومبريسر الثاني اللي M.2 بغير ماس فلوريت هنا الكلي في H4 minus H3. أعوض الأرقام بالمعادلتين فيطلع عندي الورك بالكومبريسر الأول والثاني واحد تقريبا 0.5 كيلو واط، والآخر هو 0.69 تقريبا كيلو واط. أجمعهم اثنيناتهم فيطلع عندي التوتال وورك كونسيوم باي ذا سيستم، يعني اللي يستهلكه التو كومبريسرز، فيطلع عندي 1.201 كيلو واط. هذا الورك الكلي. بقى عندي هذا اللي هو يمثل المطلب الثالث من السؤال. بقى عندي المطلب الأخير اللي هو معامل الأداء COP Coefficient of Performance. شي يساوي لنا Coefficient of Performance؟ يساوي لنا Q sub C اللي هو Refrigeration Capacity على WT اللي هسه قبل شوية طلعته، فاثنيناتهم موجودات. هذا معطى بالسؤال وهذا هسه طلعته، فقسم الاثنين على 1.201 فيطلع عندي معامل الأداء 1.665. طبعا نشوف لاحظ أنه معامل الأداء نسبيا قليل، يعني دائما مرات نشوفها بالأسئلة أكثر من اثنين قيمته. السبب هذا أنه أنا عندي المنظومة تشتغل برينج كلش واسع، يعني دي يصير عندي بالإفابوريتر ناقص 40 درجة وبالكونديسر 60 درجة، يعني دي تشتغل المنظومة برينج تقريبا 100 درجة مئوية، فهو رينج كبير ويحمل المنظومة يعني خلينا نقول جهد كبير، ولهذا طلع معامل الأداء نسبيا قليل. طبعا هنا هذا السؤال نقدر نعيده لحالات أخرى. أنا هنا أعطيتكم إياها كهومورك، حاولوا تحلوه على نفس النسق. فكهومورك لكم عندكم هنا حاولوا تحلون السؤال لثلاث حالات نفس الطريقة اللي حليناها فوق، بس حلوا ثلاث حالات. الحالة الأولى شنية؟ بدلوا الوركينج فلويد، يعني مكان ما كان عندنا R 134A يستعملوا هالمرة R 410A مكان الـ R134A، وعيدوا نفس السؤال شوفوا شكد يطلع عندكم يعني الـ COP وبقية المتغيرات. نحل مرة ثانية، يعني هنا صار سؤالين. كحالة ثالثة هنا يعني كيس 2 يعني بالهومورك، بس بالسؤال هي كيس 3. فالكيس الثانية بالهومورك شنو؟ بقوا الـ R134A مثل ما لي حالة، بس شنو رفعوا لي درجة حرارة الإيفابوريتر من ناقص 40 إلى ناقص 20، يعني خليه لا يجمد هواي إلى ناقص 40، خلي الإيفابوريتر نعتبره دا يجمد إلى ناقص 20 بنفس بقية القيم، يعني نفس الريفريجريشن كاباسيتي ونفس بقية القيم المذكورة بالسؤال. الحالة الثالثة بالهومورك أيضا بقوا 134A، بس الإيفابوريتر تمبرتشر هالمرة نحافظ على الإيفابوريتر ناقص 40، بس نقلل شوية التمبرتشر بالكونديسر، يعني مثلا شغلنا يكون مو بالصيف، خلينا نقول فصل الربيع، فمكان ما يشتغل ب 60 درجه الكونديسر خليه يشتغل ب 40 درجه. اوكي، وشوفوا ايضا شيء يصير تغيير بالحال. فانا طبعا هنا نعطيكم الاجوبه لكل حاله من الحالات الثلاثه، فحاولوا انتم تحلوها ويمثل لكم ان شاء الله هذا فد هوم وورك لغرض فهم العمليات اللي تصير بطريقه افضل. شكرا جزيلا على أعزائي الطلبة، وإلى محاضرة مقبلة.